Property Yours برنامج اللي بيعرف المشاهدين على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان. اليوم كمان رح نقدم لكم عقارات جديدة ومتنوعة. منتابع حلقتنا سوا لنعرف شو محضرنا فريق العمل لليوم. خليكن معنا. أوهانا هيلز فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة هادية مطل على ساحل الدامور، مؤلف من 85 فيلا على مساحة أرض 50,000 متر مربع، موقعه على بعد 15 دقيقة من بيروت مع أكسس سهل من الطريق العام. فيلاز دوبلكس مصممين بمودرن ديزاين، بتتراوح مساحتهم بين 200 و400 متر مربع، وكل فيلا مستقلة تابعة لإلا جاردن بين 230 و550 متر مربع مع برايفت بول بالإضافة لاثنين لأربعة باركينج. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة، مول تجاري، ريستورنت، هيلث كلوب وجيم، سوبر ماركت، بول وسبورتس كورت. جيتد بروجكت بيتميز بوجود بابليك جاردن 16,000 متر مربع، كهرباء ومي 24/24 بالإضافة لمينتننس تيم. High-end specifications, double walls and glazing, European bathrooms and kitchens, تجهيز solar system و AC. موقع البروجكت قريب من أهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. أوهانا هيلز فيلاز مشروع under construction كاشف على سيفيو ما بينحجب. كل فيلا مستقلة بعيدة 12 متر عن الفيلا المجاورة، والتسليم ابتداء من 2020. تسهيلات مأمنة للدفع والتقسيط. Starting price 390,000 دولار. سيلو ريزيدنس تاور سكني ببيروت، مؤلف من 3 بلوكس و 88 ابارتمنت، موقعه بأبرز نقطة بشارع الانطاري، كاشف على فيو المرفأ وسط المدينة والجبل. مؤلف التاور من 3 بلوكس ومساحة الشقق بتتراوح بين 215 و440 متر مربع، البعض منها دوبلكس مع تيراس. قسم من البروجكت جاهز للسكن، أما آخر قسم بيتسلم بعد سنة ونص. لوكجري تاور وخدمات عديدة، بول، سبا، ملعب، جيم وسيكوريتي 24/24. مواصفات عالية بالعمار، 3 هاي سبيد إليفيتورز بكل بلوك، كيتشنز وباثرومز أوروبية، VRV AC سيستم، ساوند بروف جليزنج ولو إي للحماية من أشعة الشمس وعزل الحرارة. حالياً 80% من سيلو ريزيدنس أفيلابل للبيع، واستثنائياً ستارتنج برايس 3000 دولار بالمتر لبلوك سي، والتقسيم والفينيشينج على الزبون. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن تطور بشكل كبير ونوعي خلال فترة السنة الماضية. موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وطقسه معتدل صيف وشتاء. عجلتون سان جورج جيتد بروجكت بيمتد على مساحة أرض 46,665 متر مربع، ومن أبرز مميزاته مدخل خاص، طرقات ومساحات داخلية خضراء، أمفيثياتر وبلاي جراوند. موقعه استراتيجي على بعد أمتار من الطريق العام، ومصمم بشكل مدروس وغير مضر بالبيئة. أما مساحة الأراضي للبيع 2000 متر مربع ومفروض. Exclusive Gated Residential Project موقعه بين البحر ومراكز التزلج، وقريب من أهم المراكز التجارية والترفيهية والطبية بالمنطقة.
أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبو ظبي إطلاق تطبيق عقارات أبو ظبي للمساحات التجارية القابلة للتأجير، واللي بيوفر لجميع الأطراف المعنية معلومات وبيانات عن المؤشر الإيجاري ومؤشر التداول العقاري بالإمارة من بيع وشراء للأراضي والوحدات العقارية للمطورين والمستثمرين والمستأجرين. وبيساهم تطبيق عقارات أبو ظبي من خلال خريطة تفاعلية بتعزيز شفافية القطاع العقاري، حيث بيتم من خلاله استعراض بيانات ومؤشرات عقارية لجميع الوحدات السكنية والتجارية من مؤشرات إيجارية وتداول عقاري إلى تأثير بالدفع بعجلة اقتصاد الإمارة، حيث بيتم إطلاق منصة المؤشرات الإيجارية بنيسان 2018. هيدي كانت حلقتنا لليوم. راسلونا على بريدنا الالكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشه. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك، ومتفي.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. انا بلاقيكم بحلقه بكره بنفس الوقت مع مزيد من الاخبار العقاريه. خليكم على الموعد. Thank you.